تحت شعار تدويل أنشطتها، تحضر كبريات الشركة الجزائرية في فعالية معرض اللوجستيك، والهدف المساهمة في إضفاء التنافسية على السلع المحلية، فلا تصدير دون منظومة لوجستيكية قوية وناجعة. ترقية صادرات خارج المحروقات لا يمكن أن تكون بدون قطاع النقل قوي وحاضر. نتحدث كذلك عن يعني القواعد اللوجستيكية التي هي في طور الإنجاز، بما فيها قاعدة لوجستيكية في منطقة الدبداب، في منطقة تندوف، وكذلك طمن راست، وقريبا في إليزي وأضرار. تعمل على هذه القواعد اللوجستيكية، ستقوم بخلق مناصب شغل أولا، ثانيا كذلك فيه الولوج إلى الأسواق الإفريقية، لأنه وهذا يعني يكون سهل ويكون تقليل التكاليف، لأنه لما تكلفة المنتوج يعني تكون أقل، معناتها المنتوج يكون تنافسي. هنا تكشف المجموعة الجزائرية للطيران المدني عن نواياها في توسيع خريطة رحلاتها المتخصصة في الشحن نحو الوجهات الإفريقية، بوضع أسطولها الجوي تحت طلب المصدرين. احنا رانا في الخدمة في المتعامل الاقتصاديين، الطائرات موجودة تقدر تروح لأي مكان في أفريقيا، ورانا في الخدمة رانا تحت الطلب، أي طلب موجود نقل البضائع الجزائرية المصدرة نحو وجهات إفريقيا رانا في الخدمة، ما عندنا حتى إشكال ولا حتى عائق لا تقني ولا تجاري. أسطول جوي معتبر يترافق مع مساعي مجمع تسيير الموانئ الجزائرية لتكييف أنشطة المنشآت المينائية التابعة له وفق الأهداف المعلنة للجزائر في إحداث حركية تصديرية خارج المحروقات ورفع المبادلات مع باقي الدول الإفريقية. Les ports, ils ont joué un rôle important il y a de cela bien longtemps et ils sont appelés à encore davantage maturer un peu leur potentiel pour essayer d'assurer toutes les ambitions des nationales et puis les ambitions des pouvoirs publics, celui de créer des corridors, de corridors qui vont conquérir en fait l'Afrique. تعود فعالية معرض اللوجستيك بعد عامين من الغياب لتكشف عن طموحات جزائرية واعدة في التصدير وتوسيع حضورها على الصعيد القاري.